وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة كتقولي بأن شي وحدة منتقبة والرجل ديالها يعني على قد الحال تيخدم مع شي واحد في الملابس، وداك الشي التغطية ديالو في الدخل ديالو يلا كيغطي بها الكرا ولا المصاريف ديال الدار عموما، وأنها عندها شي يعني عملية وكانت منتقبة وباش تمشي تخدم شي عمل ضروري انها تحيد النقاب، واللي غيتفعل العمل بغات تخدم باش ترد شي حاجة اللي يمكن تكون ليها في قوام العملية اللي كتطلب 10,000 درهم من اجل المرض اللي عندها. ودابا خدمت 6 شهور توقفت العمل وخرجت، واش عندها شي اثم؟ اكيد. فما ينبغي لها ان تتخلى عن حجابها وعن عفتها لربها. احنا الاخت الكريمة ما عندناش ذاك الثقة الكامل في الشرع. لو أن الناس توكلوا على الله تبارك وتعالى حق التوكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنكم توكلتم على الله عز وجل حق التوكل لترزقون كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن الناس تكلوا على الله حق التوكل راه الله سبحانه وتعالى غادي يرزقهم كما رزق للطير، فالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى تغدو خماصا؟ ملي كتخرج من الاوكار والعشاش ديالها بالصباح تتكون ضامرة البطون، يعني خاوية يعني جيعانة، لكن تتمشي تذبح الارزاق ديالها تترجع عشية ملأت البطون، تروح بطانة اي ملئت البطون. مع ان هذا الطير هذا ماشي مهندس، ماشي بناء، ماشي بلومبي، ماشي غراز، ماشي جزار، ماشي ما عنده موعد، تيخرج ما عنده موعد، الى حبسوه الناس منها يرجع هنا، ولكن تيرجع. لاش رزق الله عز وجل هذا الطير وما رزق لنا، ما رزق لنا حنايا؟ اذا كان عليها ولكش ما ماضى فات، والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها. كان عليها انها تثبت على الحجاب ديالها وتبكي على الله وتطلب الله عز وجل ربي غادي يخرج ليها رزقها من حيث لا تحتسب. اما وانها فعلت صافي راه داز، ولكن زادها الله حرصا ولا تعود، ما تعودش مرة أخرى، طلب الله سبحانه وتعالى، هو اللي سبحانه وتعالى اللي غادي يعني يفتح ليها الأبواب ديال الرزق ديالها. فنرجو أن لا يلحقها الإثم مما فعلت اجتهادا منها ولكن ما تفعل، لأن عرفنا العمل ديال المرأة خارج بيتها جناية عليها وخطر على حياتها، علاوة على ما يكتني في هذا العمل ديال المرأة من المخالفات الشرعية، وهل يجحل فيها في احتكاك بالرجال، في اختلاط، في لا بد تحرص تدعية، لا بد أنها توقع في المحظور الشرعي، لا بد أن شي حاجة من البدن ديالها يبان، لا بد أنها تصطدم مع شي أمور مخالفة للشرع وهي أدرى بهذه الحالة هذا. إذا أن نطلب الله عز وجل يشافيها ويعافيها وما تعودش وترجع النقاب ديالها. فإن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من النقص بعد الزيادة، الإنسان خصو يزيد لقدام ما يرجعش للور. والله أعلم.